آه لله رزق به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزق به عرصات العلم قد بقيت دوارس من فروض الله والسنن لا غرو إن تكن الأكوان قد خلت ثوب المحاسن من حزن على الحسن لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان في الأحشاء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن ما للقضاء ما للقضاء وللأقدار فيه مضات آيات وهو الذي أبدا لولاه الأيام تكن كما أقرحت جفن النبي وكان أيام قد ألبست فاطما ثوبا من أيام الحزن لم أنس يوم عميد الدين دس له لم أنس يوم عميد الدين دس له لجعدة ثم سرا عبد فعلت فقطعت كبدا ممن غدا كبدا أيوة حسنا ومسمومة ومظلومة فقطعت كبدا ممن غدا كبدا يا لفاطم وحشان من واحد يا زمني حتى قضى بنقي السم ممتثلا لأمر بارئه في السر والعلن
المصطفى والطهر فاطمة ماذا يبلغهما؟ من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة إن الحسين دما يبكي عن الحسن. حر قلبي لك أبا عبد الله يدعوه يا عض ضيفك لنائبة يدعوه يا عض ضيفك لنائبة ومسعد إن رمان الداه ربع الوهني. هذا حال الحسين، فما حال زينب عليها السلام؟ لم أنس لم أنس زينب تدعوه ومقلتها عبرا وأدمعها كالعارض الهاتوني. لم أنس زينب تدعوه ومقلتها عبرا وأدمعها كالعارض الهتني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم